شويه شويه. طيب لقينا الشركه بتكبر واحنا بقى معانا فلوس اكتر كونسلتنج وفي نفس الوقت بيطلع فلوس كده, طب وانا طب ما احنا اولى بغينا نخش انفست معاهم. صحيح. فدخلنا نشتري الشركات دي ولا ناخد ايكويتي فيها. ده كان اول انفستمنت دخلت فيه. ده الحاجات دي كده بس هي تحت الامبريلا بتاعتنا كده يعني. اوكي. وبقينا نكبرها ونختار شركات ينفع تبقى بينها وبين الشغل بتاعنا بتاع الكونسلتنج سيرجي بالظبط كده. تمام. عشان تدخل على الكلاينت تنزل له ايه كل حاجه مره واحده. الدولاب بتاعك. الدولاب بتاعك بالظبط كده. كل حاجه مره واحده. انت عندك كذا اجيبه لك. حاضر. عندك ده مين اجيب لك حماده حالا. قصدي بس كده. فتنزل تاخد الكلام ده لان خلاص انت كده كده يو هاف ذا ديستريبيوشن شانلز اند يو هاف ذا كلاينت. فبالتالي انت ايه كانك ادجيسنس يعني بتشتغل. ايفريبادي از هابي وانت بتنفع نفسك كده كده في نفس السايكل. بس. اوكي. فكده فكبرنا البيزنس الدنيا كبرت شويه كده وشويه شويه. طب الله طب بقى بدا بقى احنا نستنى ان حد يجي لنا شويه ماشي. طب ما تيجي دي من احنا حاجتنا بقى. فدخلنا طيب انت يعني بس انت يعني بقى عندك الليكويديتي او القدره ان انت ولا برضو لسه اصخرك. انا يعني as far as I understand انت معلم في الكار ده. انت اللي حكيت لي انت من اول الناس اللي اخترعت الكار ده اصلا في مصر. هو موجود بره؟ لا لا بس قصدي ان مش يعني قصدي يخدته الهارد واي يعني اللي هو ايه انتوا عملتوه. هو موجود زي اللي بيعمل عربيه بس هو بس انت بتعمل عربيه بايدك بقى فاهم. حتى حتى ده قصة to some extent. بس وانا كنتش فاهم اساسا ان في حاجه اسمها فينتشر كابيتال وقتها. ايوه انت بتعملها وهي موجوده بس انت بتعملها وانت مش عارف ان هي. انا بعملها باللي في ايديا. ايوه ايوه بس انت تطلع طياره تطلع عجله بايرش وتطلع. بس هو في النهايه انت معاك حبه حاجات في ايدك وبتزق. ايوه بس انت لو وصلت انت لغايه مرحله ان انا تراستك او الناس الكبيره تحط معاك ملايين يعني لغايه دلوقتي انت يعني انت كان ارقام اللي بتتحط بالبيزنس اللي بنيناها دي كلها كانت من فلوسنا احنا الشخصيه. ماشي. وشويه شويه بدخل معانا حبه ناس من بره بتبوت ستراب يعني بس خالص على 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 الشركه معينه على حاجه من الحاجات دي كده. اوكي. بس الشركات اللي احنا دخلنا نستثمر فيها لان احنا نفسنا نبني بقينا شركات لغايه ما جيت على 2010 وقررت ان انا ايه لا كفايه كده انا ايه عايز ابيع الحاجات دي كلها ريتاير بقى لا مش ضروري بس واخد فلوسي وارجع بقى تاني بقى بتاع ايه تكنولوجي فوكس انت هنا بقى كنت بتعمل كل حاجه بقى. صحيح يعني صحيح انت بتعمل اللي اسمها ايه فاكتشرنج للشركات وانجينيرنج للشركات هو ده اللفظ اللي اعتقد انت بتعمل بالظبط انت بتعمل ريستراكشرنج اند تيرن اراوند على على شركات حجمها صغير كانت افورد حد يعملها الكلام ده بشكل بروفيشنال. صحيح. وانت في نفس الوقت يو ار بروفيشنال انف ومعاك التيم التاني بيشتغل وعشان تسيرف بالمنظر الكلاود اللي انت عملته ده محتاج يعني ايه يعني بيكونسيوم كل وقتك اكيد مفيش طبعا طبعا كنت تروح حتى عشان بتسيرف العدد ده كله ما انت انت تاخد فلوس قليله فانت بتسيرف عدد كبير طبعا فاهم ف اشتغلت وبعد كذا حاجه ان بارلل لازم تشتغل كده وتقعد فدايما انت مفيش حاجه اسمها انت بتركز في حاجه واحده من الاول. صحيح. انت بتشتغل حاجات كتير قوي يعني فانت قررت عايز تكويت وتفتح محل بتاع انجينيرنج محل بتاع ارجع الكاري وبتاع بالظبط كده. فانا كنت ساعتها بحب قوي الموضوع الايديوكيشن وكنت عايز اعمل حاجه شركه في مجال الايديوكيشن في مع التكنولوجي. انا غاوي تعليم يعني بحب دايما كل شويه اخد ايه ديجري معينه كده والحاجات دي او اهرب مثلا ان انا من الحاجات اللي حواليا دي وان انا اروح مثلا ايه اقعد في جامعه محترمه اقعد كده اسبوع اسبوعين في السنه شهر ايا كان بقى اللي اتعلم حاجه جديده اتعلم اخد كورس اخد ديجري كل شويه كده. فده ايه بالنسبه لي يعني بحب حتى موجود في الكامبس بتاعت الجامعه الشباب الاصغر الحاجات دي كلها كده. انا وقتها كنت صغير برده ودلوقتي مختلف يعني بس يعني بس عاده كانت فيها دايما طاقه حلوه فيها دايما انت في امل في امل انت لسه نضيف حاجه الوحيده اللي فيها امل فيها براءه وبتاع ساعات انت طالب برضه دايما انت ما عليكش مسؤوليه قوي انا لسه طالب يا جماعه صحيح صحيح نفسي والله انا مش عارف انا نفسي كنت ارجع بس يعني حصل خير يعني فبالتالي احنا لسه يعني وجودك وسط الطلبه بيديك احساس ان في امل عشان انا ممكن اروح بكره اروح اقدم في اي في ابتدائيه يعني بس لا لا لازم بص كل 3 4 سنين اغلب الوقت لازم يعني ما ينفعش تقعد 3 4 سنين بدون فورمال اديوكيشن او بدون فورمال صحيح بشكل ما باخر لازم يعني طول الوقت احنا بنتعلم كل يوم حاجه مختلفه بس لازم تبقى في structured education او formal education كل 3 4 سنين ماكسيمم ده شايف عشان نكوب مع الحاجات اللي بتحصل حوالينا وكده ومش شرط تبقى في نفس مجالك ممكن تبقى جات اي حاجه سواء صحيح بس الواحد شغل دماغه اصلا ما دماغه بتبقى كميه الستريس في البيزنس حاجات complementary للي انت بتعمله بتفتح لك حاجات ثانيه مختلفه لان هو نتوركينج نتوركينج انت هيبقى قاعد جنبك اكيد واحد بيفكر هي اي فكره جديده ما هي الا متاخده من اندستري ثانيه بس مع ايه modifications مع حاجه ثانيه بس الفكره الواحد اللي يبعد بس شويه ويابستراكت الكونسبت حد ذاته وياخد المعلومات ويركبها على بعضها هتلاقي اولموست نفس الحاجات في كل حته صحيح صحيح فيعني عارف دايما ايه سنتراليزيشن ديسنتراليزيشن اكروس كل حاجه صحيح صحيح الاوبتمايزيشن ان برودكشن هي نفس الاوبتمايزيشن هي الاجايل اكوردنج للريكويرمنت يعني زارا هو الاجايل سوفت وير
مثلا صحيح. يعني تايم تو تايم ماركت اللين مانيفاكتشرنج بتاعه في ان هنغير لا القميص ده اتباع في مصر بشكل لطيف فالقميص التاني اتباع في السعوديه طب القميص اللي اتباع في مصر ده احسن هنقله هناك والعكس والعكس سوري هجيب العكس اللي اتباعش هناك اجيبه هنا عشان ده هنا وان شاء الله الديزاين الجديد هو نفس الديزاين بالظبط بس هنحط ايه شرطه بس بقى صحيح تشينج عشان في النهايه طبعا بقى خلاها نكمل كده عشان في النهايه ليه اخد ليد تايم واخد الحاجات دي كلها صحيح. ان انا اوصل كده اكزاكتلي الايه موجود السوفت وير هو صحيح رحت سكت الاديوكيشن ساعتها ان انا ابني الشركه دي وده كان اختيار سليم جدا في التايمينج عشان ده قبل الثوره باسبوعين فكان احسن تايمينج في الدنيا كلها ان انت تمول الاديوكيشن ان انا اعمل الستارت اب يعني اوكي فطبعا حصل خير يعني مفيش حاجه ده كلها مولد يعني جامد فبالتالي يعني بعت نصيبي معايا حبه كاش حلو وبيتاكل طبعا عشان مفيش مصدر دخل تاني وعايز اصرف على الحاجات التانيه دي اللي هي اغلب الظن ما اشتغلتش قوي يعني قعدت فيها شهرين ثلاثه العب شويه كده يعني وصرفت عليها بعد كده وقفت الكلام ده ومستني بقى الدنيا تمشي ازاي اوكي مش عارفين ايه اللي هيحصل يعني لغايه دلوقتي انت ما بقتش طارق فاهمي اللي هو بتاع الفلوس بتاع بس كنت اجرت ساعتها مكان مقر عشان كده والشركه بقى كبرتش فالمقر كان واسع علينا كويس والفتره دي كنت اعرف كام شركه من الشباب اللي احنا كنا شغالين معاهم من الاول والحاجات دي تمام. كانوا ابتدوا يقول لك طب انا برضو عايز اعمل تكنولوجي واعمل الحاجات دي وقتها ساعتها كان 2009 تقريبا ياهو اشتريت مكتوب اوكي 2009 تمام اشتريت 106 مليون دولار والوقت ده كان رقم كان اختراع يعني مفيش حاجه اصلا كان مفيش سوفت وير اصلا بتتباع في التوقيت ده يعني هو يعني ولو ان اكشلي في شركه من مصر اتباعت سنه 2002 ب 100 مليون دولار او 100 وشويه دي مين دي؟ كان اسمها هولو سوفكس واي بي ام اشتريتها هولو سوفكس اي بي ام اشتريت شركتين في 2002 اوكي وكان اشتريت كذا شركه بس ذا موست يعني خلينا نقول ايه اكتر حاجه كانت مسمعه وعملت ضجه على مستوى العالم هم شركتين اي بي ام اشتريتهم واحده منهم هولو سوفكس الثاني كان بي دبليو سي برايس ووترهاوس كوبرز بس واحده فيهم مصريه؟ ايه؟ مصريه؟ ده مين صاحبها؟ ده مين ده المفروض بيعملوا تمثال دلوقتي ما فيش كده هو كان فاتحها في كندا وبين مصر ماشي. وكندا فهو كان دايما البوزيشن انها شركه كندية بس في الحقيقه الانجينيرنج كله كان هنا اوكي عارف 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 اللي هي ورك بنش ودبليو بي اي بتاعت اي بي ام دبليو بي اي الورك فلو اوتوميشن برودكتس بتاعتهم اها دي بيز دي هولو سوفكس انا اول مره في المعلومه دي اوكي بس. اوكي فانت فبس برضو تاني انت يعني خلي بالك انا قصدي يعني كان في اكزيت حصل من مصر اول مره اسمع عنه اصلا يعني وبدا ايه بعديها بكام سنه ولا انا اسف قبليها الاكزيت ده في 2002 قبل ما تولد كان في كونسيشنز بالشركات في مصر قبليها طبعا قبليها كان دكتور سامي توفيق الله يرحمه كان مؤسس شركه اسمها انا كات في فرنسا مع مجموعه مصريين وكان من ضمنهم كان دكتور حازم الطحاوي ودكتور شاهد الدار وحاجات كده وانا كانت فرنسا كلهم كانوا عشان كلهم من بي جي بتاعتهم جرنوبل وكده فرنسا فبالتالي وكان بيشتغل في مجال اي دي اي اللي هو الكترونيك ديزاين اوتوميشن سوفت وير بتاع الكترونيك ديزاين جم فتحوا انا كاد مصر وجي ساعتها تقريبا كان تاني دكتور هشام مش فاكر بس دكتور شاهد الدار هو اللي مسك تقريبا دكتور ساعتها مسك انا كاد مصر وبعديها بفتره بسيطه راحت منتور جرافيكس اشتريت انا كاد مصر لا اشتريت انا كاد في فرنسا اللي هو اشتريت انا كاد واخدت منها دي بالتالي بقت منتور جرافيكس مصر فمنتور جرافيكس مصر ما فتحتش عشان هي فتحت في مصر انتشنلي هي اشتريت شركه مؤسسين هنا مصريين بره بقى اوفيس هنا في مصر اوكي فتحولت ساعتها دي منتور مصر اوكي ده بالطريقه دي كده وده كان اكزيت لدول مصريين ما دول مصريين كنا بقى فاتحين الشركه احنا في فرنسا لكن مثلا كريم شركه اماراتي بس في الحقيقه كريم انكوربريتد ان بي في اي هل دي معناها شركه بي في اي يعني شركه بيرسون ايلاند يعني لا لا فموضوع انت ممكن توبريت في دوله ممكن توبريت دوله بس الفكره مين الفاوندرز وحاجات كتير يعني ويز مثلا ما ويز ما الناس فرحانه بيه قوي اسرائيلي جريت ويز انكوربريتد فين؟ انكوربريتد في ديلاوير اوكي فاهمني؟ يا ما هو مش فاهم انت مش مهم انت بتنكوبريت فين انت مهم انت بتنكوبريت فين بس ما حدش يعرف انا بقول لك ما اعرفش ان في شركات مصري يعني اطلب احنا عارفينه عشان عارفين صاحب المخيل عارفين وكمان عارفينه ان هو معروف مشهور ان هو مصري لكن بس عشان كده الابلكيشن في السوق المصري يعني صحيح يعني لو تفكر صحيح. فيها ده ابلكيشن في السوق المصري حاجه ثانيه بالعكس انت حاجه ثانيه انترناشونال برودكتس مصنوعه بايدين مصريه اوكي ما بقول لك انا مره اول مره اسمع حاجات زي كده يعني فيها كام حاجه انا عارفها حديثه لكن حاجات قديمه دي ما سمعتش عنها اصلا يعني انا عارف
بس احنا أوكي. احنا شاطرين في البي ار مش شاطرين في الحاجات لا هو دلوقتي بقى يعني اعتقد بقى ماتيور شويه طبعا مش ماتيور زي الخليج انا معجب جدا بالانفستمنت في طبعا. في الخليج هو ليه مصر اصلا ورا في موضوع مصر ليه ورا في موضوع الانفستمنت ورا في موضوع الفلوس والله بشهاده يعني انا لا بس في هو في نولج هنا حتى بس مفيش يعني عايز فهمني ان الشركات الانفستمنت الخارجيه او الانترناشونال بيجي ينفست في مصر وينفست في المصريين ما بيبقوش شايفين ان في هنا بوتنشال طبعا شايفين معظم الانفستمنتس اللي بتحصل في مصر كارقام اكبر هي ارقام طالعه من مستثمرين اجانب اكتر من مستثمرين مصريين ده اللي بقوله ليه يعني لا يعني لا يعني هو ما فيش انا بص ما فيش غيرك اعرفه او يعني انت اشهر حد ما شاء الله في حته لا في بس يعني انت اشهر حد ايه, إيه اسمه كده كده لما تيجي موضوع الانفستمنت هو طارق فهيم حتى بقول لما كان طارق فهيم طب لدرجه انا بقول لك يعني اعتقد جزء كمان الناس داخله في انفستمنت جديد محتاجه يعني education في هاو تو بي انفست ام ايرجنج يو انت تسيب اللي انت مش عارف 101 كنا بنعملها قبل كده كذا مره في السنه كورس لمدة 4 ايام للانفستورز يجي يتعلم زي انفستورز الانفستورز والستارت ابس والمحامين وكل الحاجات دي بنجيبهم كلهم مع بعض حاجه ده عمل طوايب تماما اتس كومبليتلي فور فري لمدة 4 ايام الناس بتبقى ضيوفنا فيه وبنشتغل في الحاجات دي بس في مقابل كده بنختار عدد محدد ما ينفعش نفتحه للكل فبيبقى عاده نشيط 30 بني ادم يعني في كل مره مؤخرا دلوقتي اخر مره عملناه بس بدل ما فيس 101 ما شاء الله كبر فبقى اسمه فيس يونيفرسيتي اوكي بس هو في الاول كورس اربع ايام اوكي بس المره دي دخل جي اي زد معانا ودخل جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه في مصر الاثنين هم اللي دعموا فاينانسد المشروع ده واحنا برضه فاينانس المشروع ده بحيث برضه كل الناس اللي حاضره وتم اختيارهم مجانا تماما اوكي بس دول فاند مانجرز بقى مش بس من مصر من مصر وجم ناس من افريقيا وجم ناس من الاردن وجم ناس من كذا حته تانية بشرط ان الانفستمنتس والفاندز بتاعتهم اللي هم ياسسوها تبقى مصر بالنسبه لهم سيجنيفيكانت ماشي فده كان الشرط بتاعنا هتيجوا ان هتتعلموا وهنساعدكم في فاند ريزنج وهنساعدكم تلموا فلوس من فين وعرفناهم على مستثمرين مؤسسات والحاجات دي كلها في مقابل ان انتوا لازم الفاندز بتاعتكم تشتغل في مصر الانفستمنت في ايرلي ستيج في ليت ستيج او ليتر ستيج تمام ماشي الايرلي ستيج بشكل كبير قوي بيعتمد على البني ادمين اكتر وبيعتمد على ان انت يعني ايه انتويشن بشكل معين بس هو مش انتويشن يعني مش نمت حلمت يعني انتويشن ده نتيجه ان ايه خبرات بتتراكم صح الفكره بس ان انت وانت الخبرات بتتراكم دي ساعات انت بتتحرك بناء على الخبره وانت مش دريان انت الفريم ورك اللي في دماغك بتشتغل بيه ازاي وساعات لا ان انت بتشتغل بيه بس بترجع تاني ترفلكت طب الله طب ده ايه وتتعلم وتشوف الفريم ورك ده وتحط بعض القواعد والاسس وقاعد الاسس دي ترانسفيربل يعني دي ماشي. علم ينفع تدريسه وينفع ان انت تزوره للناس وده اللي انا يعني انا بقعد اربع ايام اقول للناس ماشي بس تاني الجاتس انت تعرف يعني انا شايف ان جزء مشكله كبيره جدا في الجاتس وان هو البني ادم يعني ريسك تيكينج زي الريسك تيكينج ده انت بتقول للناس ايه فاكر رجع عارف الانترست موتيفيشن بتاع وقت ما بقول لك عملنا جامعه خيريه والحاجات دي كده هو انت بتقول ايه ما هي انترست بتحلها ازاي انترست موتيفيشن او بتموتيفيت الناس ازاي احكي له حواديت ستوريز قول له الشركه دي لما دخلت فيها كانوا اتنين وكانوا ثلاثة وكان ده مش عارف عليه ديون وده كان هيتسجن وده عليه صوت وده يس يس وده شركة كده في الأول وده عارف بيعمل كذا وفبتقول له وعملنا كذا وبس الفرق ان الراجل ده كان عنده الحتة دي قوية وبقيت الحاجات دي بايظة بس انا فاهم الحاجات دي بايظة انا هخش اظبط له دي فبتقعد تحكي له حواديت كتيرة فبشوية شوية بتنقل له الفريم ورك انا الفريم ورك في دماغي فبتقعد تقول له ستوري 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 فبيتشجع بعد ما يتشجع بعد تقول الكلام ده تروح راجع بقى ارسم له الفريم ورك بقى ايه ادي بقى العلم ادي الاستراكشر بتاعها ادي الشكل بتاعها ادي الحاجات دي وخد بالك لما تيجي تعمل استثمار ايرلي ستيج انت ما بتعملش دي ريسكينج على مستوى الشركه دي ريسك على مستوى الشركه يعني ايه حصل خيبه مش هينفع كده انت ودي ابسط حاجه انت دايما بتدي ريسك على مستوى البورتفوليو صحيح وده الفرق ما بين المستثمر الانجل انفستور اللي هو داخل في شركه واحده فعشان كده لازم تدخل في حاجه تفهم فيها قوي وتعرف تعمل ايه وما بين فند صحيح فالفند لازم ترجع مالتيبل اون ذا فند المشكله الناس اللي في فاندز بتمانج الفي سي فاندز الايرلي ستيج از اف كان هي برايفت ايكويتي او كان انجل بس بص على شركه بقى شركه وحال هي الشركه دي اللي هتعمل اللي ما حدش عمله ودي ريسك انا عارف فند مانجرز فلوس مخنوقه عندهم مش عارفين يطلعوها مش لا مش هو بقى عايز كل شركه يقعد معاه 10 سنين ويحكي معاه عشان كده كنت 10 سنين دي خلاص حصل خير كل هو الفند ورم عنده خلاص هيسيب تاني من صحيح مفيش بقى هو العداد بيعد عليه كل الحاجات ما ده بقوله فكره ان هو ان انت اعتقد لازم يكون الفند مانجر هو انتربرينور في حد ذاته اصلا صح بتفرق طبعا جامد جدا بس هي مش لازم يعني في فند مانجرز اقويه قوي وفشل از انتربرينورز وفي فند مانجرز ما عندوش از انتربرينور واحد من انجح
الفي سيز على مستوى العالم. مايك موريتس، مايك موريتس ده حاليا التشيرمان بتاع حاجه اسمها سيكويا، ده ليجندري انفستور يعني. صحيح. مايك موريتس صحفي ماشي، بس بيبي يعني. بيبي هو مولود بالدي ان بتاع انت، او هو ريسك تيكر يعني. معظم الانفستمنتس او البيزنس الضخمه بدات ولا مش هقول لك ولا دوكيمنت اصلا يعني. انا فاكر القصه بتاع جاك ماو، ان هو الراجل بص في عينيه كده وخد يا عم مليون دولار يعني. فاهم هو ده فعليا صح يعني، بس مش عارف اشيل بتاع ده كده ولا ممكن تسيبه شويه يعني. بس معظم الناس اللي احنا سمعنا معاهم، معظمهم اذا ما كانش كلهم، البيتش ليك ما شفت دي ما شفتهاش بتاعتهم الا وانا بقفل مثلا الريبورت، اوكي، او لما احتاجنا ان احنا نعمل ريز تاني في الراوند اللي بعديها، لان انا كده كده خلاص كنت بقالي بستثمر معاهم سنه او سنتين. اوكي. بس فساعتها قعدت اشتغل معاهم على البيتش ديك ساعتها. انا فاكر بقول لك انت بتقول لي لا يعني بيتش ديك ده خليه يعني خليه انا بتعمل ايه؟ ما فيش حاجه. بنقعد نتكلم انت بتعمل ايه؟ هتعمله ازاي؟ ليه هيشتروا من عندك مش عند عم محمد على نص الشارع؟ صحيح. السيميلر انا الناحيه الثانيه السيئه برضه في عالم الفي سيز، لو دي سمعتها في مصر، يقال ان الفي سيز نفسهم بيحطوا الانتربرينورز اندر سيفير بريشر، منكم منهم ناس بتكويت due to ان هو بيحطه في chain of fundraising فبتحاول يسيب الشغلانه ويبقى هو fundraiser في حد ذاته يعني. اكتر حد قالها لي القصه دي انه دي مشكله، ان عشان كده الناس بتخاف يا اما تشتغل مع في سيز، وبالتالي في سيز مش لاقيين ناس تشتغل معاهم، مش لاقيين شركات انفست فيها عشان الناس خايفه منهم. صحيح. انا احنا كنا بنتكلم مع واحد صاحبنا قبل الميتنج بتاعنا، فده كان وجهه نظر ان الايكو سيستم بتاع الانفستمنت في مصر فيه مشكله نتيجه احد اسبابها ده. بص هو عايز خليه مش هجيب اسمه يعني. لا مش لازم تجيب اسمه دايما في الموضوع. مش هجيب اسمه تمام. عاوز يمكن هو على ما حصل اكوزيشن، 100% فهو يمكن سبق يعني. لا بالعكس، هو واحد من اشهر الناس ومن الناس اللي موجوده. بس هي ده شويه كده، في ناس كتير مختلط عليهم الامر في حوالينا. الناس معتقده ان النجاح بتاعك ان انت تريز، او النجاح بتاعك ان انت تريز فلوس اكتر بارقام اكتر، ايا كان بقى في بيزنس فيش بيزنس، اضرب ارقام، يضحك على حد، يعمل الحاجات دي كلها، وده مش نجاح. لانه في النهايه ماشي هنريس اللي بعديها اللي بعديها، والناس معتقده ان في النهايه دي مش بيزنس. لا، هي دي بيزنس وحاجات بتجيب لي اولا ليها امباكت، ليها شغل كده. بس الفرق ما بين الشركات اللي قبل كده اللي كان في ايز بتدخل فيها، او الشركات الصغيره المتوسطه، والستارت ابس هي حاجه واحده. الستارت ابس هي شركات سريعه النمو، فاست جروث ستارت اب. في ارتكل قوي جدا بتاع بول جراهام توضح الموضوع بشكل لطيف قوي. ستارت اب equals growth. Startup okay. equals growth. هي ده كده. فبالتالي زمان كان كم واحد عنده انترنت في مصر؟ كان كم واحد اساسا كونكت على الانترنت على مستوى العالم؟ صحيح. طب كم واحد دلوقتي كونكت على مستوى الانترنت؟ فحجم السكيل اللي انت كنت ممكن توصله بتكنولوجيا قبل كده كان ايه؟ 100 مليون بني ادم، 200 مليون بني ادم على مستوى العالم، 300 مليون. دلوقتي كوكب كله. بتتكلم 2 مليار وشويه. صحيح. فبرضه ولا اوفر 3 مليار. ف 10 اضعاف. فبتقصد زمان كنت بتكلم احنا سوفت وير والبيع ولايسنس لايسنس والحاجات دي. دلوقتي اي بزنس موجود از بينج ديسربت. بالعكس، ده احسن بزنسز هي البزنس القديمه الاولد بورينج اندستري. صحيح. ودخل عليها تكنولوجي ديسربت. تعال بقى اتكلم سوبر ماركت زي بريكفاست، تعال اتكلم دليفري زي كريم، تعال اتكلم ديستريبيوشن زي بريمور، تعال اتكلم ديستريبيوشن مختلف زي مكسب. زي باي زي مكسب، تعال اتكلم اتكلم بنك مثلا زي ترايبل كريدت للشركات، تعال اتكلم الحاجات دي كلها. ما كلها دي فيري اولد اندستري، ما بقاش سوفت وير. صحيح. ايه؟ صحيح. بتبيع وداش لايسنس. بتبيع بتغير اكسبيرينس، فانت بتغير. صحيح. بتغير اكسبيرينس، بتوبتمايز بتاع كده، وده فايت تكنولوجي. وحاجات من الحاجات دي كتير قوي مش اسيت لايت، هي اسيت لايتر. يعني ايه اسيت لايتر؟ في النهايه لو جبت نفس الشركه بنفس الحاجه، تعال ناخد شركه مثلا زي ماكسيم ديستريبيوشن، هات شركات ديستريبيوشن عاديه اللي موجوده وهات ماكسيم. اغلب الظن شركات الديستريبيوشن ممكن الكوست بتاعتها في الاول اقل من ايه؟ الكوست بتاعت مكسب. صحيح. عشان في النهايه بني ادمين، والبني ادمين مش شرط احسن حاجه قوي، فبالتالي ايه؟ خلاص هات منهم عدد كبير والدنيا ماشيه وخلاص وبتاع الموضوع. انت هنا بتبني اوبتمايزيشن تكنولوجي بس، وانت ده بيكبر وده بيكبر وده بيكبر، هتوصل عند مرحله معينه مكسب ينفع تسيرف عدد اكبر بكتير. صحيح. ببني ادمين اقل، وكل ما بتكبر كل ما اليونت ايكونومكس بتاعتك اليونت ايكونومكس بتتحسن. لا العكس، في مكسب بتتحسن. ليه؟ لان انت بتسكيل يوزنج تكنولوجي. صحيح. مش يوزنج، يو كان سيرف مور فور ليس. بالظبط. بعد ده الناحيه الثانيه لازم يكبر مع السيرفيس. اتس ا سيرفيس ثينج. سيرفيس. صحيح. فبيكبر متوازي مع عدد البني ادمين. وطبعا مشكلته ايه؟ مشكله المشاكل في البلد كلها بشكل كبير هي البني ادمين. صحيح. البني ادمين دي عند حاله معينه
هتلاقي ان انت بقى ايه بقى diminishing returns بقى بيزيدلي ان هو بقى ايه كل ما تزود العدد هيقف عليك كوست اكتر فانت المارجن بتاعك عمال يقل فانت اللي هنا في السكيل بيقل وهنا بتكبر ده حقيقي فده fundamental difference موجود and this enabled by technology across بقى كل الاندستريز المختلفه صحيح صحيح فده الفكره هنا فعشان كده البيزنسز دي كلها ما ينفعش افتح حاجه يعني انا ممكن افتح النهارده وبكسب من تاني يوم صح بس في النهايه ايه ما انا هكسب لو انا ده 10 جنيه ادور 10 جنيه ان انا اعمل 2 جنيه على 10 جنيه انا عملت 20% سهل ان انا اعمل 2 جنيه صحيح تمام صحيح لكن اخيري بعمل 2 جنيه اتس نوت اتراكتيف اتس نوت ثينج لو عايز تكبر وتكبر يبقى عندك بزنس كبير بيحتاج فتره طويله قوي سكيل وانت هنا السكيل نفسه بقى حجمه اكبر بكتير واحد داخل في اندستريز اكبر بكتير عدد الناس اللي كونكت على الانترنت بقى اكتر بكتير فالحاجات دي كلها فالسكيل بقى سكيل مختلف خالص عن السكيل اللي كان موجود سواء في مصر او في العالم كله يعني ده واحد من الناس من اللي اتظبطت في الكورونا معنى كلامك كده يعني انا واحد من الصناعات اللي اتظبطت جدا في الكورونا لكن في ناس اتخرشمت بتوع سوفت وير كتير اتخرشموا خالص معظم احنا عملنا شركاتنا appreciated in value عملوا revenues وقت الكورونا مش كل الشركات طبعا بس التوتال بورتفوليو بتاعنا دبل في القيمه بتاعته في التسع شهور بتاعت اللوك داون دبل ما شاء الله القيمه بتاعته دولار وايز ما بقول لك هو في ناس اللي هي كده استنفعت من الكورونا فاحنا من الناس اتظبطت وانتوا من الناس لكن باقيين والغايه كانت سستينبل بشكل معين كنت بتشتغل على البيزك نيدز بتشتغل على ديليفريز بتشتغل على حاجات كتير قوي اللي الناس فعلا محتاجاها ايوه بعد تغيير الكالتشر كمان بعد كده هتبقى الناس خلاص بتستخدمها فما بقى يعني جروث نفسه يعني مش في ناس بتقول لك بعد ما توقف الكورونا هيحصل ايه لا اعتقد ان خلاص الناس الباترنز بتاعت التغيير مش عايز لسه مشتاقين شويه ان ينزلوا يقعدوا حبه حاجات بس في الحقيقه لا بس اتس مور كونفينينت بص التكنولوجي ان جنرال في الدنيا عارف زي ايه عايز مقاصد الشريعه كده اللي اصول وفقه مش عارف على المال والنفس تمام كده التكنولوجي هي مقاصد التكنولوجي صحيح ايه ترانسبيرنسي سكيلابيليتي اوبتمايزيشن convenience yes definitely convenience وان انت تعمل حاجه ما ينفعش تتعمل على الطبيعه واخر حاجه خالص scalability. غير سكيلابيليتي السكيلابيليتي ده سكيل يعني ان انت توصل في حاجه اكبر بكتير مثلا فان انت okay. اكبر مكتبه في الدنيا يعني امازون مثلا حاجات دي كده بس لا الحاجه اللي مش موجوده في الطبيعه او حاجه مش مشكله هي حاجه كومبليتلي اي بي دريفن زي مثلا 3D printing life tissues and organs مثلا okay. كل حاجه هتلاقي طبعا انا هستخدم اكزامبلز من شركاتنا فده اعلان غير مدفوع لك صح هناخد منك فلوس سبونسر للحلقه سبونسر بس في التالي ده كده فاند ريزنج اوكي فهتلاقي الحاجه مش طبيعي انك بتحصل كده مين بيطبع كده بيطبع او بيطبع كده يعني فاهم قصدي ده صحيح فده احد مقاصد التكنولوجي ان هو تعمل حاجه ما كانتش ينفع تبقى موجوده اوكي غير السكيل غير المستوى بس انت كان فينا كنت وانا بتكلم معاك قبل كده قلت لي انت في السوبر سونيك مش عارف انت عندك بورتفوليو غريب كده ما بتكلم معاك ليه مش عارف ممكن الاقيك بتنفست في حاجه في مارس ايه وايه بقى ايه يعني مش تكنولوجي بس ايه اللي وداك ناحيه الطيارات وايه اللي وداك مش عارف معاك ايه تكنولوجي فنان برضه تكنولوجي طبعا انت أوكي. كان عندك التكنولوجي بتاعه التكنولوجي الطيران السوبر سونيك دي موجوده من ايام الكونكورد ماشي صح ماشي صحيح وبطلت لانه كان فيها مشاكل وما كانتش كانت بتقصر اسفاز ريمبر يعني صح سبب ان هي قفلت ليه صحيح ايكونوميكلي نوت رايت يعني صحيح فبالتالي حتى ما كانت غاليه قوي ومع ذلك كانت بتخسرهم فبالتالي كان كل الليله كونكورد كل اللي اتباع كان من اولها من اخرها كان 11 طياره بقى 12 طياره حاجه موضه وخلصت كانت شكلها حلو اتس نايس موضه خلصت هي انت عارف يعني هي الصناعه دي فيري كونسوليديتد فبالتالي كونكورد فرنسوي اي مين المنافس بتاعهم كونكورد عشان ايرباص فرنسوي صحيح ما بين فرنسا وانجلترا بس هي برمالي كانت ايرباص الاساسي تمام مين المنافس بتاعهم؟ بوينج اللي هو مين؟ امريكان حلو انت كونكورد عشان تنط اللي هي السوبر سونيك لازم كنت اسمح لك عشان الصوت كان عالي قوي اللي هي بيسموه البوم ما يعني خرق جدار الصوت تمام خرق جدار الصوت ده بالظبط ده كان لازم تبقى تطير ايه؟ فوق الميه فما ينفعش تخترق جدار الصوت فوق الارض اي تمام فلازم فوق الميه طب ايه اكتر رحله شغاله كانت اللي هو لندن نيويورك صحيح صح يعني ده عشان تو بزنس هابس ات ذات تايم والحاجات دي بيتحركوا بالطيارات تمام طيب ناحيه لندن وايرباص احنا دول بتوعنا تمام الناحيه الثانيه بوينج الله ده انتوا معلمين علينا احنا في النهايه كنا ماشيين زي بعض ايه اللي حصل ما تجي ما تجيش بقى عشان مش عارف مين افراس النهر بتنزعج منكم فخلاص مفيش احنا خلاص دي بالظبط كده فافراس النهر انا فاكر قصه بتاعت احمص دي انا فاكرها بالظبط كده احمص اي تلاكيك بتاع فبالتالي ايه حصلت مشكله فعلا بس المشكله دي ما كانتش تستاهل ان انت تعمل كل الكلام ده فايه طب وقف الحاجات دي كده بالطيارات
وقعدت بعد كده اقصى انوفيشن حصل في الطيران العادي الكوميرشال كراسي بتوسع ولا زي ايه؟ انا الكراسي بتوسع ازاي؟ لا عملوا دش وفين عملوا دش جينيفر ارستون ايوه عجبني جدا في الاعلان بتاعها ودخلت الدش فكان غالي جدا الدش ده فده اكبر انوفيشن الحمد لله عملنا دش في الطياره تمام فدي حاجه كده ايه سبكيني تماما يعني فبالتالي ده كان اقصى انوفيشن حصل صحيح طبعا انت اي اندستريز في اوقات كتير بتاع لما بتقعد فتره طويله تبقى كونسوليديتد ومخنوقه يو كان سي ات كليرلي يعني لازم اعمل اي انوفيشن هيبوم بالظبط كده ماشي فلازم تبقى عارف ان خلاص ده وقتها ولما يبقى الناس الكبار بوينج واير باص يعني حاجه يعني ماساه قصدي ديناصورات مفيش اي نوع مفيش اي نوع عن اي حاجه في الحياه فبالتالي خلاص استرايب يعني جاهزه انها تتقطف خلاص فبالتالي طيب لو عايز تدخل تقطف حاجه زي كده او تشتغل حاجه زي كده ايه ايذر سرعه كبيره او الكتريك صحيح فكره بس ما فيش حاجه بطاريه تستحمل ده كله بس ماشي صحيح تماما صح صحيح مفيش بطاريه تستحمل يبقى السرعه حلوه سرعه صح بس مفيش بطاريه تستحمل الكلام ده دلوقتي بس المهم تبص لان هو انت مش انت ما تبصش على دلوقتي انت بتبص على التراجكتوري بص على الدنيا هتمشي ازاي ترند فبالتالي اكيد مورز لو مش انت قلت احنا متوقفش زي بعض مورز لو مورز لو انه بيحصل ايه كل شويه تاتا ازاي بيدبل الايه الحجم الدنسيتي اللي انت تقدر تحطه على الشيب بشكل معين طيب هل في مورز لو للبطاريات ابو حاجه شبه مورز لو الكاباسيتي بتاعت البطاريات تزداد قد ايه مع التايم والله لو في اكيد ابل كانت اشتغلت بيه وكل الناس كلها في والله في تصدق لان دلوقتي بقى في حاجه بتاخد 10 ساعات سوري 5 ايام واسبوع موبايلات بغض النظر ان انت بعد لا شاشه وكده لو كان موبايلك بنفس القدرات اللي فيه ده على الباتريز اللي كانت زمان ده حقيقي ينفع يشتغل لا وفي دلوقتي ساعات بتقعد بالاسبوع بدل ما بتقعد باليوم يعني فاهمني ففي في لا في صحيح في انوفيشن كبير فيها فبالتالي طب يلا طب يبقى ساعتها في الكتريك وده صحيح. احنا رحنا استثمرنا في ثلاث شركات طيارات اوكي واحده بوم سوبرسونيك السرعه السريعه شركه ثانيه استثمرنا فيها الكتريك اير بلينز ودلوقتي بتعمل موتور كامل مع ناسا في مشروع مشترك معاهم مكسره الدنيا لسه كانت نازله خبر بتاع تيك رانش من فتره كده اسمها رايت الكتريك رايت عشان اخوان رايت يعني اوكي فاسمها رايت الكتريك از لايك تسلا فور اير بلينز اوريدي بعنا 12 طياره منهم لاسمه ايه ده جيت بلو اللي هي اللو برايسد كارير بتاع اوروبا جيت بلو صح جيت بلو ده بابليك انفورميشن في كونفرنس وحاجات بيطلعنا بعدها 11 12 طياره اوريدي يعني لان طبعا اتس لو كوست كارير فقريبه فاوروبا تنفع الصغيره في الباتري هي دي فكره الباتري تساعدك بمسافه معينه ما تبعلكش تدفع لك ان هي تبقى ايه كونتنس يعني كروس كونتنس مش هينفع لكن وذن واعتقد هو كروس كونتري ممكن تبقى حاجات مودرن جول ما اعرفش بتقعد قد ايه البطاريه بس يعني ايوه بالظبط ما هي في النهايه وتقلب بعد كده وتقلب شراعي بس فبالتالي اللي كده شويه شويه ايه بتديفلوب بالطريقه دي كده فايه فكده اسمه بتاعنا بالطريقه دي بناء على الاوبزرفيشن ده او الثيسيس دي اوكي وبناء على الحاجات فدول السمارت التانيين السمارت التالت الكتريك اوتونوموس بس اللي هو بقى تالت حاجه احنا ليه طياره كبيره ليه كده ليه ما نصغرش نصغرش نصغر كده وكان في حاجه دايما ايه بنعمل لك التاكسي الطائر عارف التاكسي الطائر كده التوك توك بقى التوك توك الطائر فبقى يوفو جرين دايزر فاكر حاجه ايوه انا فاكر الكلام ده تستثمره بكرتون فبدل بقى تعملها كده الفكره ان كل الناس كانت ماشيه ان ابروتش كومبليتلي امبراكتيكال ان هو ايه بيقول لك اهم حاجه ان انت عشان في النهايه الكرتون مصر عليهم الحاجات دي كده لازم الصحن الطائر ايه يطلع يطير بشكل افقي دي بيسموها فيتول اللي ايه ان هو يرتفع فيرتيكلي كده عشان يرتفع حاجه تقيله فيرتيكال كده فمحتاجه مراوح محتاجه قوه دفع ابن لذينه قوه الدفع دي بتخلي الديزاين كله على بعض نوت ايكونوميكال تمام ومشغلش. ماشي طب ما نفكنا من موضوع الفيرتيكال ده بس اطلع كده في بدل ما تطلع فرنت بس محتاجه واسعه يعني ده محتاجه واسعه قد ايه بدل تبقى تعالى بقى صغيره شويه حول المشكله بالظبط بدل حول المشكله دوس عليها من تحت تطلع فوق ماشي لا من ده دوس تحت تطلع فوق حول المشكله ان انا زي ايه بدل ما اطلع في قد كده اطلع في قد كده اوكي ماشي مور براكتيكال ابروتش صحيح فدي الشركه الثالثه اللي احنا بنستثمر فيها او انزل من حاجه حته عاليه اطلع فوق زي الشباب تيك او ناطط كده لو خفاش انا في الاغلب الله يخليك انا خسرتي والله في التكنولوجي ده النهارده اخترت طيارات ففي دول كتير او سيتيز كتير اربن اللي هي في خد بالك انت برضه بتشتغل بتاع دي عشان تطلع فيها في الاقاليم يعني في النهايه تبقى اربن سيتي مش كده ناطحات سحاب الحاجات دي ليها اساسا واسعه فبالتالي السقف بتاعها
هو اللي ممكن يبقى مهبط او مطلع للطيارات. صحيح. لو تطلع منه دلوقتي طيارات الهليكوبتر اللي طيارات ايوه في دلوقتي طياره عبوديه عشان برضه. صحيح. في طول برضه بس رايحه فوق مش بتاع يعني اه اوكي نون برضه بس اني anyway. فبالتالي لو انت عرفت تعمل تيك اوف في 6 متر او في 9 متر ماشي انت اي سطوح بتاع مش اي حاجه ماشي 6 متر دي رايك ده مش هسيب 6 الجنينه بتاعتك 6 متر في قصدي في الباركينج لوت في الحاجات دي كلها لو انت نجحت تعمل كده يبقى انت ايه يو كراكت ات. طب انت اتنصب عليك كم مره؟ مش هسألك اتنصب عليك ولا لا اكيد اتروقت بس اتنصب عليك كم مره؟ لا اتنصب لا بس خدت قرار غلط اتنصب ما اتنصبش عليك؟ ده انت انا ما... مش عارف وده في حد ذاته ده حد النجاح فعلا اتنصب عليا اتنصب عليك كتير لا بص في حاجات طبعا يعني اكتر حاجه اتخرشنت فيها ايه اكتر انفستمنت اتخرشنت فيه؟ بص انا ما اتخرشنتش قوي في انفستمنت الصراحه يعني انا خسرت كل فلوسي قبل كده كتير بس ما اتخرشنتش لان هو في النهايه مش خسرت فلوسك كل فلوسك ده لا لا شكلك خرشمه ايه فاضي تاني تفرق خرشمت معناه انضحك عليا اتبهدلت كده لا لكن خسرت فلوسي في شركه مع ناس عملت اللي عليها والحاجات دي انا خرشمت ماشي بس الديسيجن كان غلط او انت شفت ان الحته غلط عرفني يعني ايه ديسيجن غلط معاها تاني في ديسيجن غلط وفي ان هو باد لك ما جابتش ارزاق حاجه تعملها تجيبها صحيح صحيح ينفع فهمت قصدي اوكي واذا ما جابتش دي ما هو ليرنينج ايه بس انت ما كنت بتدور بورتفوليو بورتفوليو كله اتخرشن مرحله مرحله لا دي كانت فلوسي انا اوكي الحاجات دي كلها انا خسرت فلوسي مرتين او ثلاث مرات في حياتي كلها اوكي فانت بتعيد اللفه تعمل لو جديد يعني ده ما كانش يعني موتيفيشن ليك ان انت تبطل الشغلانه دي وترجع تاني بتاع فيش كارير ولا يعني فاهم لا اصل خلي بالك انا منين ما بكلم حد اصل هو في الاخر بيبقى دايما في بصيص اما عادي دايما بيبقى عندك امل يعني وعاده الامل لما بيجي في الاخر ده صحيح بيجيب لك كل حاجه صحيح فانا بعد يعني في اخر مره خسرت كل حاجه استثمرت ساعتها في شركتين باخر مبالغ ليكويديتي كانت معايا ساعتها وقتها وكنت بايع كل حاجه الورايه اللي قدامي وحالتي صعبه يعني اوكي المهم الشركتين دول واحده منهم انتهت ان اول شركه سنه 2013 تجوين ساعتها حاجه اسمها واي كومباينيتور ف 2013 اول شركه الميدل ايست كله اوكي تمام دي اسمها ايه؟ كان اسمها ساعتها كانت جي اس ام اس وبعد كده ري براند تو هافر تشات اوكي تمام وكنت حاط مبلغ ساعتها صغير قوي يعني اللي كان معايا ساعتها الليكويديتي يعني ولما راحوا ساعتها واي سي في خلال 6 اشهر عملت 60 ضعف ما شاء عائد استثمار على الفلوس اللي حطيتها ده يا باشا ده انت لو بتتاجر في مخدرات ما شاء الله يعني فاهم ده اه هي فاهم هاي ريسك هاي ريتيرن انت دخلت خد بالك وقتها كان الستارت ابس رخيصه قوي في مصر وفي امريكا ما كانتش غاليه زي دلوقتي بس ستيل كانت اغلى فانت كانك بالظبط كانك بتصدر انوفيشن يعني بتاخد من الحته الارخص اوكي مش عايز اتكلم ماشي بس يعني باخد انوفيشن وادي لك اوكي تمام ده كان كده فدعم 60 اكس اوكي ليه 60 اكس دول في النهايه راحوا باي ذا واي يعني من ايه ماشي بغض النظر بس المسجنج وبعد كده في الوقت ده في 2014 فيسبوك اشتريت واتساب وقتت امل كل شركات المسجنج والحاجات دي كان احنا 80% من الكلاينتس بتوعنا كانوا في امريكا ساعتها ورغم انها شركه كانت طالعه من مصر فالمهم الشركه دي يعني خسرت فيها كل الفلوس بس الفاوندر بتاعها واحد من احسن الناس فلما خسرت معاه كل الفلوس قلت له طب خلاص انت ايه رايك تعالى اشتغل معايا ونقسم مع بعض انديور كابيتال اللي انا خسرت معايا فلوسي ده كله دي بدايه انديور كابيتال يعني اوكي بالظبط كده اوكي والشركه الثانيه اللي حطيت فيها كسبت فيها كويس قوي وعملت معاكش 60 اكس مالتيبل بعد كده راحوا معاك شفت منهم حاجه بس عملت 25 اكس مالتيبل في الشركه الثانيه ما شاء الله الشركه الثانيه هي شركه معروفه لان هي دي وظف فانا كنت اول مستثمر موظف امير شريف بس ده كده فكانت ساعتها لسه انا كنت اول مستثمر معاه في الحته دي وده كان ايه حاجتين حملتهم وانا بقى بفلس تماما يعني اوكي يعني انت كنت داخل اصلا ما شاء الله يعني سبحان الله يعني انت بس فبقى جامد ده وبعد كده الراجل اللي هناك اللي هو بتاع نيوز اس اس قلت له تعالى معايا وجي حد تاني كنت بستثمر معاه قبل كده برده خسرت الحمد لله فلوسي معاه فقلت له الوقت انا خسرت فلوسي استاجر كويس انت راجل شاطر انا عايز استناك لما تخسر فلوسك الفتره الجايه ما قدر الله انا مستناك يعني لما تيجي المره الجايه اي خدمه طب انت ايه الفيوتشر بلانز بتاعتك يعني انت بتفكر يعني ايه الفيوتشر بلانز بتاعتك؟ اني واي بس انا عايز اتكلم الحته دي الاثنين دول جم معايا قعدوا معايا شويه بعد كده ما استحملوش لان طبعا لسه كنا بنفند ريز والحاجات دي في الدنيا صعبه انت برده انت نفسك بتوت سرعه بس از ا في سي احنا برده انتربرينورز يعني فما استحملوش قوي ف لان كان عندهم ظروفهم انت كنت في محل بقول لك براند بتاعك ان انت الناس تثق فيك تديك فلوس صح دي فكره ما هو انت بتبني براند بالظبط كده فالمهم ساعتها واحد منهم راح الاثنين راحوا اشتغلوا في شركات في الامارات واحد اشتغل في شركه في الامارات صغيره كده ساعتها از فايس بريزنت اوف برودكت الشركه دي لما جت تكبر لمصر قال لهم انا عارف مستثمر والله يا راجل ابن حلال في مصر لسه خسران فلوس معايا والله وكان لطيف وكويس وبتاع ده فايه
فتعالوا نكلمه وممكن يخش معانا. اوكي ده اللي كريم. كريم اه كان ده كريم بس فالخسارة اللي خسرتها 60 اكس بعد ما كسبته بعد كده خسرتها بالكامل. الراجل ده هو اللي جاب لي بعد كده كريم عشان هو كان بقى الفايس بريزنت اوف برودكت بتاع كريم. اوكي بس فبعد كده بقى شغلانه انا مين عشان كده بقول لك حتى لو خسرت رجوع بقى اللي بقول لك الكلام ده عشان تسال سؤال اتخرشمت مش عارفين اه ممكن تخسر بس في النهايه ما اتخرشمتش وفي النهايه انتهت معايا واحده من احسن الديلز اللي كانت عملناها وان في النهايه غيرت يعني. طب وانت احسن ديل اخدته ايه؟ احسن ديل متخيل احسن انفستمنت دخلت فيه؟ ما اعرفش بس احنا في شركات الحمد لله دلوقتي عملنا عليها 60 اكس مالتيبل ما شاء الله اوريدي وذين كام سنه؟ سنتين ثلاثه. في شركه عملنا عليها 80 اكس, في شركه احنا متوقعين نعمل عليها 100 وشويه ما شاء الله لسه ما وصلش 100 وشويه بس دي 80 بس توصل 100 وشويه. في شركات عملنا عليها 10, في شركات عملنا عليها 12, في شركات عملنا عليها حاجه خالص. ما هو ده بورتفوليو اه يس الفكره بورتفوليو فبالتالي لا يعني احنا الدنيا عندنا حظنا كان كويس قوي وشاركنا مع ناس كتير محترمه جدا. اوكي وشاطر ونتعلم منهم كلهم كل الحاجات دي. طب فيتشر بلانز بتاعتك ايه برضه ما قلتليش ايه فيتشر بلانز بتاعتك؟ هات اوتو بيت تريتاير. ما انت انا الناس الرائقه بتاعت البورشه دي انا يعني ده من الاقي لا يعني في بورتفوليو الناس اللي هو اي حد بيروح اتجاه البورشه ده وفي مصر في المطبات بتاعت مصر دي معناه ان هو راجل رايق او يعني مش عايز يتحرك كتير فاهمني ده بيديني انديكيشن فانت عايز تريتاير يعني ده هو انا رحت الاستجابه بس عشان انا بحب السرعه ماشي بس في مطبات يعني في مصر مش براكتيكال انا عارف ديفندي انت بتتحرك بيها يعني اتحركت كلت بيها اي مطب يعني انت مش شاكم تجمع جمال انت كلت غالبا المطب هو اللي عمل انا اسف طب اذا فدي في شغل انت ان انت يعني تريتاير ولا يعني ديفينتلي فيوتشر بلان بتاعتنا ان ريتاير. اوكي بس ايه اللي عامل بعد ما اعتقد ما اعتقدش يعني انا سوفي دنيين كده ما ينفعش انت تريتاير. انا ما انا واحد من الناس مش متخيل ان انا ممكن اريتاير. انا احب ادرس ثريل ده كنت ودرست كده فتره في الجامعه في اول الكارير بتاعي ومن سنتين درست في الاي يو سي ادفانسد توبيك ان فاينانس كنت بدرس فينشر كابيتال. اوكي ف انت انجينير ماشي تمام اه حاسس بشتغل بشغلانه في البلد دي. اوكي قبل ما اجي على تصنف طب اسنان قبل ما اروح هندسه فعادي يعني اوكي بس ده على فكره دفعتني بعد كده بقى فيها حاجات في اللايف ساينس فاحنا اكتر حد بيستثمر في اللايف ساينس في المنطقه هنا كلها عنده بورتفوليو في اللايف ساينس واحد اوكي بس في الديب تك وان كمز تو لايف ساينس والشغل ده اوكي حابب التعطيب دول نفعوا يعني بس انا عارف انت عندك ميتينجز فالابس ده يعني فيري انتريستينج ممكن يكون ليك ماله ثانيه لانه زي بتاع امير كده هو ام فيري هابي بالميتينج ده وهوبفلي انا المره الجايه ما تبقاش مفلس هو واضح ان هي سايكلز كده فان شاء الله المره الجايه يعني لا سيريس يعني انت من اكتر الناس اللي انا يعني ما اسمع اي حد في الانفستمنت يعني كريديبل فدايما بتقال طارق فهيم يعني اعتقد عشان كده بقول لك انت محتاج في ناس كتير محتاجه تتعلم يعني انفستمنت او جاتس واعتقد جزء من نجاحك سبب بقول لك بينج انتربرينور اصلا بينج السايكل دي يعني, يعني هو الواحد شاف حبه حاجات فالحبه الحاجات دي ساعدت ان انت تبقى بتتخيل البوتنشال بتاع حاجه وهي لسه مش ظاهره صحيح فده صحيح. بيديك بس قدره على كده وفي نفس الوقت لما تشتغل مع الناس ما انت كنت في مكانهم وبتقعد برده مش عارف اخر الشهر ده ان انت مرتب تجيب مرتب فين والله يمكن الراجل بتاع انتربرينور هو اصلا فيك يعني هو اللي بدا بتاع شكرا جدا لوقتك وان شاء الله يكون في